تمرين 3 صفحة 79. أكمل المتتالية. التمرين الثالث أكمل المتتالية بالخطوة 10. عندما نصبح كبار المتتالية سوف تصبح المتتاليات، والخطوة سوف تصبح الأساس، والعدد الأول سوف يصبح الحد الأول. إنها تتحرك العشرات. بالإضافة عشرة تتحرك العشرات ولا تتحرك الوحدات والمئات. 548 ونزيد 10 تصبح 558، ثم 568، ثم 578 تتحول الستة إلى سبعة. نجعل كوبي كولي ثم اكتب 7. نعم ثم نجعل كوبي كولي وننزع 7 ونجعل 8، لأن العشرات فقط هي التي تتحرك. نجرب التي اي سي لحظة. 548 نزيدها 10. 548 نزيدها 10 فتصبح 558، ونزيدها تساوي، ونزيدها 10 فتصبح 568، ثم 578 ف 588. نفس الشيء مع المتتالية الأخرى. أحد عشرات، مئات، آلاف. الذي سيتحرك هو العشرات فقط. الستة تصبح 7. والسبعة تصبح 8. والثمانية تصبح 9. ننزع 8 ونجعلها 9. نتأكد بالتي اي سي. سبعة وما الشاشة ما دي
7,851 زائد 10 تساوي الستة تصبح 7 انظر، والسبعة تصبح 8 انظر، والثمانية تصبح 9 هكذا. انتهى التمرين الثالث. الفيديو القادم سوف نجعل التمرين الرابع. لاحظ الأربعة أصبحت خمسة، والخمسة أصبحت ستة، والستة أصبحت سبعة، والسبعة أصبحت ثمانية، وخمسة أصبحت ستة، والستة أصبحت سبعة، والسبعة أصبحت ثمانية، وثمانية أصبحت تسعة. لأننا كنا نحرك في العشرات. انتهى الفيديو.